ينضم إلينا لواء وصفة ريكات الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة اللواء أهلا بك. هل هناك دلالات واضحة فيما يتعلق بتقليص الاحتلال لقوات الاحتياط؟ واليوم سحب لواء جديدا، هو الخامس من غزة. يعني يبدو أنه الجيش الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية وصلت لقناعة أنه مزيد من الجنود في قطاع غزة، مزيد من الخسائر، مزيد من الهزائم، وخاصة أنه يعني أربع فرق عسكرية لها 117 يوم لم تحقق أهدافها، بالعكس تراجعت كثيرا ولم تحقق الأهداف، وتدنت الروح المعنوية والكفاءة القتالية للجيش الإسرائيلي، ويتعرض كل يوم لانتقادات من الداخل ومن القيادات. فبالتالي يعني أنا بتقديري تقليل حجم الخسائر هو من تقليل عدد القوات، لذلك يقومون بسحب هذه القوات. وطبعا أسباب السحب عادة إما من بسبب هذه الخسائر، وإما تدني الكفاءة القتالية عند الجيش، وإما إعادة تدريبه وإعادة تنظيمه وهيكلته ليكون صالح للعمل في الميدان. نعم، هل يعني بات واضحا أن الاشتداد المعركة تدور فقط في خان يونس أكثر من مواقع أخرى، كما يدعي جيش الاحتلال بأن هي المركزية حركة حماس، هي مدينة خان يونس أقصد؟ يعني هو العدو الإسرائيلي يعتبر أنه خان يونس الآن هي الهدف الاستراتيجي لتحقيق بعض الإنجازات التي لم تحدث حتى الآن، ولكن هناك مقاومة ضارية أيضا، يعني هناك تركيز من الجيش الإسرائيلي، وهناك أيضا تصدي قوي وشرس من المقاومة الفلسطينية، وهذا يحرم العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه. نعم، كانت أيضا المؤشرات قالت أن الاحتلال فشل فيما يتعلق بالخطة التي وضعها لإغراق الأنفاق في قطاع غزة، ما دلالات ذلك سيادة اللواء؟ يعني هذه الفكرة بدأت منذ أكثر من شهرين تقريبا وهم يتحدثون عن هذا الموضوع. هذه سلاح ذو حدين، يعني هو ضرر أكثر من نفعه بالنسبة للجيش الإسرائيلي. حتى الجيش الإسرائيلي لن يعني يحرز أي إيجابية في استخدام المياه ضد الأنفاق، بالعكس هي ترتد عليهم كما ترتد على الفلسطينيين. نعم. من ناحية البيئة مشتركة بين قطاع غزة وبين شمال فلسطين المحتلة، هذا من جانب. من جانب آخر، الأنفاق ليست متصلة حتى يضع المياه في فوهة النفق وتستمر هذه المياه لتخرج من آخر النفق. هذه الأنفاق غير متصلة، ومخارجها ومداخلها مختلفة عن بعضها البعض. وأنا أعتقد يعني العدو الإسرائيلي يجهل هذه الأنفاق، أي أنفاق يتعدد، وحتى الآن يعني لم يكتشف سوى 10% من الأنفاق، فبالتالي هناك 90% من الأنفاق ما زالت مجهولة بالنسبة للعدو الإسرائيلي. نعم، فيما يتعلق بالخطة التي يتحدث عنها الاحتلال والأهداف التي يكررها نتنياهو، هل حقيقة الأمر أن يعمل هذا الجيش الاحتلال بهذه الصيغة أو بالصيغة التي يتحدث عنها السياسيون؟ الأهداف؟ نعم، على الأرض ميدانيا أقصد. لا علاقة، الجيش الإسرائيلي يعني ما يقوم به هو عمل عصابات شتيرن وهاغانا والأرغون عام 1908، يرتكب مجازر، يقتل عن بعد بالطائرة بالمدفع بالدبابة، الجندي الإسرائيلي يلاحق الفلسطينيين المدنيين الذين يعني لا يستطيع أن يقول أنهم مقاومين، لأننا نشاهد كيف يلاحقهم في الشوارع بعد أن طلب منهم النزوح من منطقة إلى منطقة على أساس أنها آمنة، ويلاحقهم في المناطق الجديدة. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الهدف ليست المقاومة الفلسطينية بقدر ما هو الشعب الفلسطيني. نعم، في هل هناك ربط بين سحب هذه الألوية التي قام الاحتلال بسحب من قطاع غزة والتصريحات المتكررة فيما يتعلق بفتح جبهة جديدة في شمال فلسطين المحتلة؟ أمس تحدث وزير حرب الاحتلال يوآف جالانت، قال إنها ستكون حرب مدمرة. يعني أولا منذ اليوم الأول وهم يتحدثون عن الجبهة الشمالية، أنا أعتقد أنه يعني سحب القوات له علاقة أيضا بتصريح جالانت الذي قال أننا نركز على قطاع غزة ونغفل جبهتين أساسيتين، جبهة الضفة الغربية وجبهة لبنان. فبالتالي ربما يكون هذا الانسحاب من أجل
يعني إرسالها أو تعزيز الجيش الإسرائيلي إما في الضفة الغربية أما أو في الجبهة اللبنانية. ولكن في كل الأحوال ما نشاهده بالنسبة للجبهة اللبنانية هو تهديدات إسرائيلية عالية المستوى، ولكن على أرض الواقع إسرائيل مردوعة. نعم، لو قسنا ذلك عن فيما يتعلق بمصير نتنياهو، هل من الممكن أن يفتح جبهة نتنياهو؟ وكيف ستكون شكل أو شكل السيناريو إذا ما كانت هناك معركة مع حزب الله اللبناني؟ نتنياهو يرغب، ولكن هناك فرق بين الرغبة والقدرة. الأمريكي لا يريد، الجيش الإسرائيلي لا يستطيع، الوحيد الذي يريد هو نتنياهو لإطالة أمد القتال حتى لا يذهب إلى القضاء ولا ينتهي حكمه. نعم، والأمريكان، هذا يعني أن الأمريكان هم من يديرون هذه المعركة تحديدا، وكيف تكون ويريدونها حبيسة في غزة؟ بالتأكيد هم الممول، هم الذين يدعمون بالسلاح بالقذائف المحرمة دوليا، هم الذين جاءوا بحاملة الطائرات، هم الذين أوقفوا الجيش الإسرائيلي والكيان الصهيوني على أرجله بعد هزيمته يوم 17، هم الذين يغطون المجازر والجرائم وجرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، هم الذين يدعمون بالأموال، فبالتالي هم شركاء، هم أصحاب، هم السيادة القرار بالنسبة لهذه الجرائم. نعم، أشكرك لواء واصف، رئيس الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.